تتاري صغير وتتاري كبير وانا تتاري ما بين الاتنين. ربع ها نص ها كيلو عبيله واديله. فين الملك؟ الملك فين؟ انا هقول لك الملك فين. هو الملك هرب بس من هنا، مشي من هنا كده في كوريدور كده هو بعديه زي امريكان كيتشن، واخد بالك؟ بعد ما بتعديه في حته معموله زي لاندسكيب كده هو بتخش من عندها في سرداب سري مكتوب عليه السرداب السري. ها خش هتلاقي الملك مستخبي جوه، خلص عليه بالبتاع الخشب. الف شكر يا عم سلامه. لا ده احنا عنينا للتتار، ده احنا الواحد بيقف على السفاره التتاري بالاربع ايام عشان ياخد الفيزا يعني. لا على كده اجيب لك فيزا سياحي بقى. طيب ماشي الف شكر. استاذنك بس في كرسي العرش. طبعا ما دام احتليت مصر جت على الكرسي خد الكرسي. الف شكر. مع السلامه. ربع ها نص ها كيلو. هاتوا الكرسي وشيلوا. وهنحكم 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 كده. يا سلامه سلمت يا بابا. سلامه خاين سلامه قاتل. روح اتبع الحيطان اجري اجري. سلامة خاين سلامة قاتل. يا دغور يا يا دغور يا اتكل على الله. سلامة خاين سلامة. انا بعمل كده يا اولاد عشان مصلحتكم، عشان ما حدش يعمل فيكم حاجه. معلش انا معايا الختم بتاع ابوكم، انا مضطر اعلمكم بيه عشان ما تتوهوش يا اولاد. ما تخافوش ما تخافوش انا معاكم. هاتي ايدك يا جهاد. اوعى تقرب لها اوعى تقرب لها. سلامة سفاح. اكتبها برضو على الحيطه اكتبها. اه يا سلامة ايدي. ما لو جبت حبر احمر كنت عملت ايه؟ انت ما عندكش دم. يا دلوقتي انا هبيعكم في سوق الجواري. انت هتشتغلي جاريه. وانا يا سلامة وانا وانا وانا. انت هتشتغل جاري مع أقرب تاجر جواري. هبيعكم يا أولاد بس عينيا هتبقى عليكم ما تقلقوش. جارية للبيع جاري للبيع أي حاجة قديمة للبيع. جارية للبيع جاري للبيع أي حاجة للبيع. يا عم يا بتاع الجواري. أيوة. لو سمحت تشتري الجارية دي والجاري ده بكام لو سمحت؟ لا أنا ما بشتريش، أنا هعرضهم لك ورزقي ورزقك على الله، بس ليا برسنتج 15%. 15% برسنتج ليه يا عم؟ ده كل اللي تجار الجواري بياخدوا 10% ماكسيمم. ماكسيمم؟ خلاص مش هنختلف، حطهم على العربية. يلا يا جهاد، يلا يا جهاد. اوب امسك اوب. يلا يا محمود. يلا، خلي بالك منه. كريم مش هوصيك. متقلقش. خلي بالك منه. مع السلامة. مع السلامة يا جهاد، مع السلامة يا محمود. يا يا بعد العز اللي كانوا عايشين فيه ده كله، بعد القصور وريش النعام والدوناتس والمشط وبوتيتوس، هيروحوا ياكلوا فول وطعمية وفسيخ من نبرو. لا، العين اللي شافتهم في العز ده كله ما ينفعش تشوفهم وهم في البهدلة. آمين يا رب. آمين يا رب. آمين يا رب. إيه الاستجابة السريعة دي؟ جارية للبيع جارية للبيع. أنت الراجل يا بتاع الجواري. أيوة يا ست مانجا. عندك جواري طازة؟ أه طبعاً. أمال إيه؟ الجارية دي لسه بشوكها على الزيرو. طب طلع لي الجارية وعلبة السوبر. طيب. يلا يا بت. هطلعها لي على كام؟ 50 دينار. لا لا لا، هم 30 مفيش غيرهم، هنزلهم لك في السبت. طب ما تهزيهم شوية. أهو. يلا يا بت اطلعي. رجع جهاد رجع جهاد، ما حدش يقرب لها. بس ياض، بقول لك ايه يا ست مانجا؟ ها؟ تاخديش الواد ده كده فوق البيعة فري؟ أعمل بيه إيه؟ ده أنا عند حريم السلطان. الواد ده هيبقى مملوك كبير وهيأثر في الأحداث اللي جاية. يأثر يطول ماليش علاقة. محمود ما تسيبنيش يا محمود. خش يا بنت جوه. محمود هي كلمة. أنا لازم أشوفك يا محمود. جابوا لي خميس وجمعة. خلاص ياض خلاص. جارية للبيع جارية للبيع يا عيني بيع. جارية للبيع. يا روما.
تروما. يا أهل مصر، فاتت سنين وسنون وسنان، وكبر محمود وكبر الجهاد وكبر كمان سلامة، ومن ساعتها وأنا ماشي في كل شارع وفي كل حارة وفي كل زقاق ماشي بنادي وأقول أنت فين يا محمود؟ أنت فين يا جهاد؟ وارجع تاني واقول انت فين يا محمود؟ انت فين يا جهاد؟ واغير في الاداء عشان الناس ما تملش واقول انت فين يا محمود؟ انت فين يا جهاد؟ واقوم داخل باداء مفاجئ ما يتوقعهوش حد ابدا واقول انت فين يا حوده؟ انت فين يا بنت جهاد؟ لكن محدش بيرد عليا، والناس في مصر في كل الشوارع ماشيين بيحاولوا يساعدوني ويقولوا انت فين يا محمود؟ انت فين يا جهاد؟ انت فين يا محمود؟ سلامة، ازيك يا سلامة؟ ايه ده؟ الصوت ده أنا مش عارفه. مين؟ أنا محمود يا سلامة. محمود؟ وأنا إيش عرفني إنك محمود؟ مش بتشتغلني ولا حاجة. حسس. أنا رواية محترمة عيب. لا أنت فهمتني غلط، يعني المسني عشان تتأكد إن أنا محمود. المسني. نفس الحبر من نفس الحبارة. محمود يا أخيرا لقيتك يا محمود، كبرت يا محمود كبرت. وإيه اللي في وشك ده يا ابني؟ شنب. كبرت وبقيت تلزق يا ابني ما شاء الله. وشغال فين دلوقتي يا محمود؟ أنا بشتغل قائد جيوش مصر مع الأمير عز الدين أيبك. قائد جيوش مصر، والشغلانة دي قرشها حلو يعني؟ مش مهم الفلوس، المهم مصر يا سلامة. يا محمود، انت عارف من ساعة ما بعتك انت وجهاد وانا ماشي في كل شوارع مصر يا محمود، عمال انادي واقول انت فين يا محمود؟ انت فين يا جهاد؟ سلامة، انا هنا يا سلامة. ودايما اسمع التهيؤات. لا مش تهيؤات، انده تاني. انت فين يا محمود؟ يا عم انت لقيتني انا نادي عليها هي. انت فين يا جهاد؟ يا سلامة انا هنا يا سلامة. اهو اهو، سامع اللي انا سمعته؟ ايوه. طب شايف اللي انا مش شايفه؟ ايوه. يا سلامة انت ما بتبصليش ليه يا سلامة؟ بصلي. اعمى. يا سلامة بصلي يا سلامة، ما بتبصليش ليه يا سلامة؟ اعمى. يا سلامة بصلي يا سلامة، ما بتبصليش ليه يا سلامة؟ بس بصلي حرام عليك. بقول لك اعمى يا هبلة، اعمى اعمى. ايوه يعني ما بتبصليش. ما بتبصليش ليه يعني؟ مش فاهمة. دي اتجننت البت باين ولا ايه؟ ادخلي جوه. مش هدخل. بقول لك خشي جوه. انت فاكرة نفسك ايه؟ اميرة؟ ده انت جارية جربانة. خشي جوه كملي الرقص. انا ما بعرفش ارقص. من خيبتك يا موكوسة، ده انا جايبة لك عاطف عوض يعلمك كل الرقصات. اعمل ايه تاني؟ اجيب لك سفينات؟ خشي. عرفت صوت الردح ده جاي منين يا محمود؟ ده أكيد جاي من عند حريم السلطان. حريم السلطان. طيب أنا عايزك تخطف رجلك وتروح لحريم السلطان. هتقابل واحدة هناك اسمها أنجا، قول لها أنا جاي من طرف سلامة بأمارة. هي هتفهم على طول وتسلمك جهاد. سلامة، هجيب جهاد يا سلامة. مع السلامة محمود. يا أخيرا لقيت محمود وجهاد الاتنين مع بعض في مشهد واحد. أخيرا. وبكده يكون انتهى المشهد الأولاني، والمشهد الثاني هيدخل وراه على طول من غير استراحة ولا حاجة. غيروا الديكور. لف يا عم. الله ينور يا عبد العزيز. الله ينور يا حاج أحمد.
انزل من منظر يا عم، انزل يا حاج. ايوه اوعى دماغك يا اوعى دماغك، اتكل على الله. انزل كمان شويه، الله ينور يا عم احمد على الاضاءه، الله ينور. يا سلام يا سامي يا سلام، الله ينور يا اولاد، الله ينور. وبكده بقينا جوه قصر شجره الدر، شجره الدر اللي كانت متجوزه الملك صالح نجم الدين علي ايوب ابراهيم السيد باين. ولكنه مات بالهارت اتاك، ومن ساعتها الناس كلهم بيطالبوا الملكه شجره الدر انها تتجوز تاني، لان كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر. عشان كده كان اهلا 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 بالملكه شجره الدر. عشان كده كان الصراع دايما ما بين اقطاي وعز الدين ايبك، مين فيهم اللي هيفوز بقلب شجره الدر؟ ده اللي احنا هنشوفه مع بعض، او انتوا اللي هتشوفوه، انا مش هقدر اشوفه لان انا اعمى. يا مولاتي قمر، تفتكري هعجب اقطاي وايبك؟ ده انت تعجبي الباشا، هم يطولوا. ده انت مش بس ملكه، ده انت الملكه التي هزت عرش مصر. مولاتي حسبي انجا، ابعدوا يا سفاحين، محدش هيقدر ياخد انجا حبيبتي مني. ملكة انجا حاسه بايه؟ حاسه اني حامل. اخيرا عملتها. هجيب لك الولد اللي انت عايزه. انجا. أنا آسف يا مولاتي، مولاي أكتر أقطاي بره، أعمل إيه؟ أقطاي دايماً مواعيده مظبوطة. ده أنتِ تظبطي عليه الديك لما يدن. أنت عرفتي منين يا سفر؟ مرعوب. أنا آسف يا مولاتي، خليه يدخل ولا يتغدى ولا يمشي ولا أعمل إيه؟ خليه يتفضل. حاضر. طب أستأذن أنا بقى يا مولاتي، أنتِ عارفاني خدمتك لماحة، يلا نهارك أبيض. حسابنا بعدين. مولاي أقطاي. أقطاي. أفندم أنا موجود. اتفضل. أيها الإخوة المواطنون، أيها الإخوة والأخوات، إن أقطاي الذي يتحدث أمامكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويلة في خدمة مصر وشعبها. إن هذا الشعب العزيز هو شعبي، يحتاج الآن إلى حاكم قوي. أنت اللي بتتكلم عن شعب مصر؟ أمال أمي؟ بعد ما فرضت عليهم الضرايب. يا سلام. الشعب مش لاقي علاج. شعب وعايش في بطالة وفقر ومرض. شعب موجود؟ ومفيش مستشفيات الناس تتعالج فيها. المستشفيات في كل حتة. إزاي؟ أنت عندك الرمض في الجيزة؟ عندك السلام في المعادي؟ في كل حتة في إما كنت تتكلمي الكلام مظبوط ما تتكلميش. كلام ازاي؟ مستشفيات كل حته، ما عندكش اختيار دلوقتي ما بيني وما بين ايبك، يا انا يا الفوضى. انت بتهددني انا بالفوضى؟ انا هددك باي حاجه، انا اطلع طلعه جويه افجر القصر ده كله عشان تبقى فاهم. انا راجل مش سهل، الموضوع دلوقتي ما بقاش سهل، الموضوع دلوقتي في منتهى الخطوره عشان تبقى فاهمه. هيبقى ده لو جه هيجيب جماعته، جماعته لو جم هيجيبوا مجموعه، عشان الموضوع مش هيبقى سهل يعني. الموضوع ساعتها هيبقى في منتهى الخطوره، البلد دي هتتفتت. انت عايزها تتفتت؟ عشان ايه؟ دي الفزاعه اللي بتضحكوا بيها على الناس في الاعلام. وانا عايزه احافظ على نفسي كملكه للبلاد. انت عايز ايه؟ عايزه احافظ على نفسي كملكه للبلاد. طب ما انت ملكه البلد اصلا، تشتغل لنفسك ولا ايه؟ انت شوف انت عايزه ايه، ما كنا ننفذ اللي انت عايزاه ما ننفذوش. اتفضل. اركع. ايه؟ اركع. افندم انا موجود.
بقول لك اركع. اتجننت ولا ايه؟ انا ما اركعش ابدا، انا راجل صاحب بطولات، انا راجل عامل حاجات كتير، انا راجل عامل مترو الانفاق، انا راجل في كوبري فيصل فيه نازله ناحيه الشمال بتودي على جامعه القاهره هايله، انا اللي عاملها؟ انا في الكوبري الدائري عامل وصله جديده بتطلع على الدائري ما حصلتش، هايله جدا. فاهم ايه؟ في كباري كتير فوق، انا في الكباري ما حصلتش. اما كنت اطلع بالكوبري مظبوط ما اطلعش بيه، الموضوع مش الموضوع مش كده، الموضوع دلوقتي مش سهل، الموضوع في منتهى الخطوره. انا بقول لك اتفضل. لو كنت اتحنيت كنت اصبحت السلطان، ولكن دلوقتي ايه؟ اما كنت تكملي الجمله للاخر ما تقوليهاش. فاضي؟ ايه؟ هو انا اخمم؟ انا اخمم انت عايز ايه؟ انت حاجه صعبه. سيب لي فرصه افكر. اما كنت تفكري في كلام فاضي. ما عندناش وقت دلوقتي، الوقت دلوقتي بقى ضيق، بقى في منتهى الخطوره. وانا عايز اقول ان سوف يحكم التاريخ بما لنا او علينا. جيلا بعد جيل. إن شجرة الرز باقية والأشخاص زائرون. حفظ الله مصر والوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.